بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع في المدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله بالعرش المجيد المبدئ المعيد الفعال لما يريد المنتقم ممن عصاه بالنار بعد الإنذار له بها والوعيد. أحمده جل وعلا حمدا يليق بجلاله، وهو القائل: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا كفو ولا ضد ولا نديه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى التوحيد الناصح للقريب والبعيد المحذر للعصاة من نار حرها شديد وقعرها بعيد. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن الله تعالى إنما خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه ويخشوه وحده ويخافوه، ووصف لهم سبحانه وتعالى شدة عذابه في كتابه جل وعلا، ونوع ذلك الوصف وكرره وذكر به سبحانه وتعالى، ذكر به في مواضع متعددة من القرآن الكريم، وذكر النار وما أعد فيها لأعدائه من العذاب والنكال، وما احتوت عليه من السقوم والضريع والحميم والسلاسل والأغلاف، بما ينفر منه طباع أهل الإيمان ممن خاف الله سبحانه وتعالى واستعد للوقوف بين يديه. هذه النار وصف سبحانه وتعالى ما فيها من العظائم والأهوال، وذكر بما فيها من السلاسل والأغلال، وما فيها من المقامع وأنواع النكال. كل ذلك دعوة لعباده إلى خشيته وتقواه، وللمسارعة إلى ما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه، واجتناب ما ينهى عنه ويكرهه ويأباه. ومن نظر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في سيرة السلف الصالح أهل العلم والإيمان من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وجد من ذلك العجب العجاب. ذلك هو الأمر الذي ارتقى بهم إلى تلك الأحوال الشريفة والمقامات المنيفة من شدة الاجتهاد في الطاعات والانكفاف عن المكروهات فضلا عن المحرمات، خوفا من الله سبحانه وتعالى ومما أعده لمن عصاه. فلذلك ضمن جل وعلا الجنة لهؤلاء ومن كان على ساكنتهم، فقال جل جلاله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله عز وجل،
وكل قلب ليس فيه خوف من الله فهو قلب خالص. فيا عباد الله، يا أمة التوحيد، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. أمة الإسلام، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. النار التي قال الله في وصف حال أهلها: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون، كونوا يا عباد الله ممن وصفهم الله بقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. كونوا يا عباد الله ممن وصفهم الله تعالى بقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها كانت مستقرا ومقاما. كونوا ممن قال الله فيهم: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. وقال فيهم: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. خرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان عمر رضي الله عنه يقول: لو نادى مناد من السماء: أيها الناس إنكم داخلون الجنة كلكم إلا رجلا، لخفت أن أكون أناه. ألا فرضي الله عنه وأرضاه. بكى الحسن البصري يوما فقيل له: ما يبكيك يا أبا سعيد؟ قال: أخاف أن يطرحني غدا في النار ولا يبالي. وقال يزيد بن حوشب رحمه الله: ما رأيت والله أخوف من الحسن، يعني البصري، وعمر بن عبد العزيز، كأن النار لم تخلق إلا لهما. وكان بعض السلف إذا رأى نار الدنيا فزع واضطرب وتغيرت حاله وتذكر قول الله تعالى: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. قال مجاهد رحمه الله: يعني أن نار الدنيا تذكر بنار الآخرة، فهذا معنى قوله: نحن جعلناها تذكرة. وقال حماد بن سلمة عن ثابت البناني رحمه الله: كان بشير بن كعب وقراء البصرة
يأتون إلى طاعة الحدادين وسكتهم، فينظرون إلى شهيق النار فيتعوذون بالله من النار. وقال الحسن: كان عمر رضي الله عنه ربما أوقدت له ذات ليلة النار، ثم دنا إليها ودنا بيديه منها، ثم قال: يا ابن الخطاب، هل لك على هذا الصبر؟ بل ومن السلف من منعه خوفه من جهنم من النوم في الليل. قال أسد بن وداعة رحمه الله: كان شداد بن أوس رضي الله عنه إذا أوى إلى فراشه أوى إليه وكأنه حبة على مقلاة، فيقول: اللهم إن ذكر جهنم لا يدعني أنام، فيقوم إلى مصلاه. وكان طاووس بن كيسان رحمه الله يفترش فراشه ثم يضطجع عليه فيتقلب فيه كما تتقلب الحبة على المقلاة، ثم يثب منه ويستقبل القبلة حتى الصباح ويقول: طير ذكر جهنم نوم العابدين. وقال مالك بن دينار: قالت ابنة الربيع بن خثيم لأبيها: يا أبتي، ما لك لا تنام والناس ينامون؟ فقال لها: يا بنيتي، إن النار لا تدع أباك ينام. ومنهم من أحدث له خوفه من النار مرضا حتى صار يرى بين الناس من لحونه مريضا وليس به علة في جسمه. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في وصف هؤلاء الخائفين من السلف، قال رحمه الله: قد براهم الخوف من الله ومن أن يقعوا في عقوبته، فهم أمثال القداح، ينظر الناظر إليهم فيقول مرضى وما بهم مرض، ويقول قد خلقوا وما خالط القوم من ذكر الآخرة أمر عظيم. خرج مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. قال الحسن رحمه الله: والله ما صدق عبد بالنار قط إلا ضاقت عليه الأرض بما رحبت. وإن المنافق لو كانت النار خلف ظهره لم يصدق بها حتى يهجم به عليها. والنار يا عباد الله طبقات ودرجات، كما أن الجنة درجات، أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لها أبواب متعددة كما قال ربنا جل وعلا متوحدا الكافرين: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مكتوب. وأما قعرها أعاذنا الله منها فبعيد وعمقها سحيق. فقد خرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما قعودا فسمعنا وجبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 خريفا فالآن انتهى إلى قعرها. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن حجرا قذف في جهنم لهوى 70 خريفا
أي 70 عاما قبل أن يصل إلى قعرها، خرجه ابن حبان في صحيحه. وقد وصف الله سبحانه وتعالى هذه الأبواب بأنها مغلقة على أهلها بعد دخولهم، فقال جل وعلا: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. وقال جل جلاله: إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هي سوداء مظلمة، أجارنا الله وإياكم منها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوقد على النار 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء كالليل المظلم. خرجه الترمذي وابن ماجه. وخرج البزار عن انس رضي الله عنه عندما ذكر نار الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم: انها جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وما وصلت اليكم حتى نضحت بالماء 2 مرات لتضيء لكم. ونار جهنم سوداء مظلمة. واما عن شدة حرها فلا تسأل عن ذلك، جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار الى ربها فقالت: يا ربي اكل بعضي بعضا فنفسني. فأذن لها في نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر من سمومها، وأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. فقال له الصحابة رضي الله عنهم: والله يا رسول الله إن كانت هذه لكافية. فقال صلى الله عليه وسلم: بلى، إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. رواه البخاري ومسلم. وزاد فيه الإمام أحمد: ضربت بالبحر 2 مرات، ضربت بالبحر 2 مرات، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. وهي تتبيض في طلب أهلها كما قال ربنا جل وعلا: وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وقال جل وعلا: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغير. كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. وأهلها فيها يا عباد الله متسلسلون بالسلاسل والأغلال كما وصفهم ربنا جل وعلا في قوله: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وقال جل وعلا: وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. وقال سبحانه: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وقال جل جلاله: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. وهل تظنون أن هذا هو العذاب فقط؟ كلا والله، بل فيها من أنواع البلايا وصنوف الأذايا
ما تبتهر له الجلود وما تنفر منه السماء وما تنفر منه الأسماء، ففيها من الحيات والعقارب ما يذهل العقل. فقد روى عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في النار حيات كأعناق البخت تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 خريفا، وإن في النار عقارب كأمثال البغال تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 سنة. رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم وصححه وهو حديث حسن. وأما طعام أهلها أجرنا الله وإياكم وشرابهم فيها، فاسمعوا يا عباد الله ما هو. قال ربنا جل وعلا: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. وقال سبحانه في وصف الطعام هذا الذي ذكر الذي يأكلونه فيها وهو شجرة الزقوم واصفا خبثه: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. وقال سبحانه: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال جل وعلا: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وبثاقا جزاء وفاقا. وقال جل وعلا: ويسقى من ماء صديق. فهذه أنواع شرابهم في جهنم: الحميم وهو الشديد الحرارة، والغساق وهو الزمهرير البارد الممكن ريحه، والصديد وهو القيح والدم. أما لباس أهلها أجارنا الله وإخواننا المسلمين منها، فقد قال تعالى في بيانه: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. كان إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى إذا تلا هذه الآية قال: سبحان من خلق من النار ثيابا. وأما عظم خلق أهل النار فيها وقبح صورهم وهيئاتهم فحدث عن ذلك ولا حرج. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب السريع. وعنه رضي الله عنه قال: ورس الكافر أو ناب الكافر يعني في النار مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة 3 أيام. وجاء أيضا عند أحمد: إن مقعده من النار كما بين قديس ومكة. وهم مع ذلك لهم فيها بكاء وزفير وصراخ وشهيق ودعاؤهم لا يستجاب. قال تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. وقال جل وعلا: لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. وقال سبحانه: وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيجابون بقوله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من أكثر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال سبحانه: قالوا ربنا لبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسئوا فيها ولا تكلمون. وقال جل وعلا:
عن بيان حال أهلها ونداءهم للملائكة، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وقال جل وعلا: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إخوة الإسلام، هذه النار هذا طرف من أخبارها في كتاب ربنا جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهل من توبة وأوبة إلى الله وإقلاع عن المعصية وإقبال على الطاعة حتى تتجنب هذه النار؟ عباد الله، إنه والله لن ينجي العبد من هذه النار بعد رحمة الله تعالى إلا صالح العمل. واعلموا أن العبد لا يدري متى يفجأه الأجل، فكم من سقيم عاش في الدهر مدة، وكم من صحيح مات من غير علة. فالبدار إخوة الإسلام بالأعمال الصالحة حتى نتقي هذه النار العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في أعمالنا وأعمالنا وأوقاتنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه، ولي الصالحين وموفق الطائعين، وهو سبحانه الواحد المعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، سمعتم قول الله جل وعلا فيما تقدم معنا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الآية ترون يا عباد الله تقرب عباد الله الصالحين بين يدي رب العالمين وابتهالهم إليه في أجواف الليالي والأسحار، متقربين إليه بأعمالهم الصالحة وأزكاها وأرجاها. الإيمان بالله سبحانه وتعالى، توسلوا إلى الله جل وعلا بإيمانهم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعمل صالح، ثم بعد ذلك تملك بين يدي الله وخوف من عذاب الله، وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
فكان الجواب من ربنا جل وعلا، فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل، اني لا اضيع عمل عامل. فالعمل العمل عباد الله اخوة الاسلام، انه لن يدخل الجنة احد منا بعمله ولا شك، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قد جعل الاعمال من اعظم الاسباب بعد رحمة الله في دخول الجنة والبعد عن النار. لقد تكاثرت النصوص ايها المسلمون في ان البكاء من خشية الله ينجي من دخول النار، والبكاء خوفا من نار جهنم هو البكاء من خشية الله، لانه بكاء من خشية عقاب الله وسخطه والبعد عنه وعن رحمته وجواره ودار كرامته. فعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلد النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. خرجه الامام احمد والنسائي والترمذي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهو كما قال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي. وكما ان البكاء اخوة الاسلام من خشية الله تعالى ينجي من النار، فكذلك التعوذ بالله من النار ينجي منها ايضا. ففي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الملائكة الذين يلتمسون مجالس الذكر، وفيه ان الله عز وجل يسألهم وهو اعلم بهم، فيقول: ومما يتعوذون عبادي؟ فيقولون: من النار. فيقول: وهل رأوها؟ قالوا: لا والله ما رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: والله لو رأوها لكانوا اشد منها فرارا واشد منها مخافة. فيقول جل وعلا: اني اشهدكم اني قد غفرت لهم. وخرج النسائي والترمذي وابن ماجه عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يسأل الله الجنة ثلاثة، وفي رواية قابضة الا قال في الجنة: اللهم ادخله الجنة. ومن استجار من النار ثلاثة قالت: النار اللهم اجره من النار. ولكن يا عباد الله، انما ذلك ليس بمجرد القول فقط، انما هو بعد الاتيان بالاعمال الصالحة والادلاج بها، فان من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل. اللهم انا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار ومن حال اهل النار. اللهم انا نعوذ بك من الخزي والبوار يا واحد يا قهار. ثم اعلموا عباد الله ان الله امرنا بامر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد صاحب الحوض المورود واللواء المعقود. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وفي حوزة الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم اغن الكفرة والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك، اللهم عليك بهم، اللهم شدد بهم من خلفهم،
واحصهم اللهم عددا واقتلهم بددا ولا تبادر في منهم احدا. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم. اللهم عليك باليهود واعوانهم. اللهم عليك باليهود واعوانهم. اللهم عليك بهم. اللهم انزل عليهم بأسك ورجزك وغضبك اله الحق. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرته. اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم عجل لهم بنصرك. اللهم ارفع عنهم ما نزل بهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم اصلح ذات بينهم والف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، تذكروه على آلائه يزدكم، فذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. مع تحيات اخوانكم في مؤسسه دار ابن رجب للانتاج الاعلامي والتوزيع بالمدينه النبويه، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8. أخي المستمع الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع في المدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نحمده سبحانه على ما أفاض علينا من الإنعام. هو الواحد القهار العزيز الغفار، مكور الليل على النهار، تبصرة لأولي القلوب والأبصار، وتذكرة لأولي الألباب والاعتبار. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام، خير مقتدى به وإمام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله وأصحابه الأعلام. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، أيها الأحبة، نجتمع في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، في هذا المكان المبارك مسجد قباء، لنتأمل ونقف مع أنفسنا وقفة، لعلنا أن نستيقظ بها من غفلتنا، ونطوى من رقدتنا، ونحيي ما مات من همتنا، ونبيض صفحتنا، ونتدارك هفوتنا، لعلنا أن نكون بركب محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه من اللاحقين، وعلى هداهم من السائرين، وبالصالحات من العاملين، وللسيئات من القالين، لعلنا أن نكون عند الموت من المبشرين، وعند السؤال من المثبتين المسددين، وفي قبورنا من المكرمين، وعند لقاء ربنا من الآمنين، وعلى الصراط مثبتين متجاوزين، وبجنات ربنا من الفائزين، وعن النار من المزحزحين. أيها الإخوة، أيها الأحبة، يولد الإنسان في الدنيا فيلهو بها ويتعلق بها ويفتتن بعيشتها إلا من رحم ربك، لا سيما في هذا العصر الذي نعيشه، حيث تضافرت أسباب الغفلة وكثرت أسباب الفتنة، وأصبح الإنسان يغرس في قلبه حب الدنيا والتعلق بها من صغره، فلا يسمع من الكلام
إلا الكلام عن المستقبل الدنيوي وماذا يريد أن يكون، ولا يشاهد إلا أفلام الكرتون والعفن الملعون، فيعيش على هذا ويكبر على هذا ليعيش مع غيره في هذه الدنيا كما يعيش معظمنا، يعمل لها كأنه سيعيش فيها أبدا ولن ينتقل منها إلى دار أخرى. همه في حياته تحصيل الأموال والمتع، تفكيره منحصر في طريقة كسب الأموال وتحصيل الملاهي وغيرها من أمور الدنيا الفانية، ولا يذكر الله إلا قليلا. تراه مع أقرانه، تراه مع أقرانه إذا ذكرت الدنيا وطريقة كسبها، ترى آذانهم طاغية وقلوبهم واعية، ولا يملون المجلس ولو تحدث معهم يوم كامل. وإذا ذكرت الآخرة انصرفت قلوبهم إلى التفكير، وأخذوا ينظرون في ساعاتهم ينتظرون متى ينتهي الحديث، وقد يقوم أحدهم قبل أن ينتهي الحديث. شغلتهم الدنيا عن الآخرة، وعما خلقوا لأجله هم معرضون، وبالدنيا الدنية منهمكون. اتبعوا الشهوات فلم يحرصوا إلا عليها، واشتغلوا بالملذات فلم يلتفتوا إلا إليها. ألهتهم الأموال والأولاد والملا، فليس فيهم خائف ولا خاشع ولا أواه. نظروا في حال الدنيا فلم ينكشف لهم سوء حالها ومآلها، بل غرتهم بآمالها فضرجت لهم بمفاتنها وزينتها، ففتنتهم فإليها أخلدوا وبها رضوا ولها اطمأنوا، حتى ألهتهم عن الله تعالى وشغلتهم عن ذكره وطاعته، فأهملوا حقوق الله وما قدروا الله حق قدره، ولم يراعوا لانهماكهم في الدنيا أوامر الله ونواهيه. أقاموا الدنيا فهدمتهم، واعتزوا بها من دون الله فأذلتهم، أكثروا فيها من الآمال واغتروا بطول الآجال، ونسوا الموت وما وراءه من أهوال. افتتنوا بالدنيا مع قصار النظر، ونسوا أنها من محقرات الأمور التي لا يغتر بها العقلاء، وأنها لعب لا ثمرة فيها إلا التعب، ولهو تشغل عما ينفع، وزينة لا تفيد المفتون بها شرفا، وتفاخر بالأنساب والعظام البالية، ومباهاة بكثرة الأموال والأولاد. ومع كل هذا فهي سريعة الزوال، كمثل مطر أعجب الزراع نباته الذي يبدأ صغيرا ضعيفا ثم يتحرك وينمو إلى أقصى ما قدره الله له، ثم سرعان ما تراه مضطرا ذابلا متغيرا بعدما كنت تراه مخضرا ناضرا، ثم يصير يابسا متكثرا. نسوا ما بينه الله عز وجل لهم من حقارة هذه الدنيا وسرعة زوالها، تزهيدا فيها وتنفيرا من الانهماك في طلبها. نسوا أن في الآخرة أعظم الآلام لمن عصى الله وانهمك في الدنيا ونسي الآخرة وفعل المحرمات لتحصيل لذة ثانية، وأن في الآخرة أعظم الإكرام لمن أطاع الله عز وجل وعرف قدر الدنيا فطلبها بالحلال ولم تنسه الآخرة. لم يتدبروا في قول ربهم سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اشتغلوا بتدبير أمور الدنيا والاعتناء بمصالحها
والتمتع بملاذها عن ذكر الله عز وجل من الصلاة وسائر أنواع العبادات، فكانوا هم الخاسرين الخسارة الكاملة، حيث باعوا النفيس الباقي بالخسيس الفاني، ولم يلتفتوا إلى قول ربهم سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قصروا هممهم على تحصيل الدنيا، وكان مثلهم الذي يحتذى وقدوتهم التي تقتدى أهل الدنيا الفانية، ولم يتدبروا فيما أخبرهم الله عز وجل من القصص الحق لمن تطلعوا للدنيا، ولم يزنوها بالميزان الشرعي، حيث قال سبحانه عن قارون: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أن الله علينا لخسف بنا، ويك أنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. لم يتبينوا حقارة الدنيا وهوانها وأنها لا تساوي عند الله شيئا، فغفلوا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولم يتأملوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بالسوق، فمر بجدي أسك ميت فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسد فكيف وهو ميت؟ فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وغاب عن عقولهم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على سخلة مطروحة ميتة فقال: أترون هذه هانت على أهلها؟ فقيل: يا رسول الله، من هوامها ألقوها. قال: فوالذي نفسي بيده، للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. هذه الغفلة العظيمة يا عباد الله جعلتنا نتعلق بالدنيا ونتكالب عليها. وقديما قيل: مثل طالب الدنيا كشارب ماء البحر، كلما زاد شربا منه زاد عطشا حتى يقتله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذه الغفلة يا عباد الله والتعلق بالدنيا زادها أن الدنيا فتحت علينا فتنافسناها، وكثر بيننا الحسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا وأمنوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه:
نقول كما أمرنا الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. هذه الغفلة العظمى يا عباد الله قادت إلى طامة كبرى ومصيبة عظمى. فتناسى الكثير منا اليقين الذي يقطع به كل إنسان ويعلم أنه إليه واصل. تناسينا أن الليالي والأيام مطايا تحملنا إلى الآخرة، كما قال الحسن: إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يومك مضى بعضك. وقال يا ابن آدم: إنما أنت بين راحلتين مطيتين يوضعانك، يوضعك الليل إلى النهار ويوضعك النهار إلى الليل حتى يسلمانك إلى الآخرة. وقال داود الطائي: إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهى بهم إلى آخر سفرهم. فتزود لسفرك واقض ما أنت قاض من أمرك، فكأنك بالأمر قد بغتك. وكتب بعض السلف إلى أخي له: يا أخي، يخيل إليك أنك مقيم، بل أنت دائم السير، تساق سوقا حثيثا إلى الموت، الموت متوجه إليك، والدنيا تطوى من ورائك، وما مضى من عمرك فليس راجعا إليك. نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل. عباد الله، أيها الأحبة، إننا في كل يوم نقرب من الموت خطوة، والله أعلم متى تنتهي الخطوات. والموت لا بد لنا واصل، ولا بد بنا نازل. فالموت يقين لا مدفع له، إن تناسيناه لا ينسانا، وإن غفلنا عنه لا يغفل عنا. لا تدفعه قصور مشيدة، ولا أموال مجموعة، ولا شباب قوي، ولا قبيلة منيعة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يهدم على الشاب الفتي والفارس القوي، ويأخذ الشيخ الهرم، وينتزع الطفل من حضن أمه. كتبه الله على عباده، وانفرد جل شأنه بالبقاء والدوام. فما من عبد مهما امتد أجله وطال عمره إلا هو نازل به. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. يموت كل صغير وكبير، يموت كل أمير ووزير، يموت كل عزيز وحقير، يموت كل غني وفقير، يموت كل نبي وولي، يموت كل نجي وتقي، يموت كل فاجر وشقي، يموت كل زاهد وعابد، يموت كل مقر وجاحد، يموت كل مجتهد وراقد، يموت كل صحيح وتقي. ولا بد بنا نازل، فالموت يقين لا مدفع له، إن تناسيناه لا ينسانا، وإن غفلنا عنه لا يغفل عنا. لا تدفعه قصور مشيدة، ولا أموال مجموعة، ولا شباب قوي، ولا قبيلة منيعة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يهزم على الشاب الفتي والفارس القوي، ويأخذ الشيخ الهرم، وينتزع الطفل من حضن أمه. كتبه الله على عباده، وانفرد جل شأنه بالبقاء والدوام. فما من عبد مهما امتد أجله وطال عمره إلا هو نازل به. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. يموت كل صغير وكبير، يموت كل أمير ووزير، يموت كل عزيز وحقير، يموت كل غني وفقير، يموت كل نبي وولي، يموت كل نجي وتقي، يموت كل فاجر وشقي،
يموت كل زاهد وعابد، يموت كل مقر وجاحد، يموت كل مجتهد وراقد، يموت كل صحيح وسقيم، يموت كل مريض وسليم، كل نفس تموت غير ذي العزة والجبروت. المرء يخدعه مناه والدهر يسرع في بلاه، الحمد لله الذي يبقى ويهلك ما سواه. فالموت حتم لا محيص عنه وحق لا مكذب له. ترى ابن آدم ممتلئا صحة وعافية، ممتلئا آمالا وأحلاما، ثم في لحظة يسيرة تراه وقد استحال جثة هامدة، وتعطل سمعه وبصره. تزود من الدنيا فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا، وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من عروس زينوها لزوجها، وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم، قد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. فما أقرب الموت يا عباد الله، ما أقربه. كل يوم يدنو منا وندنو منه، وليس بيننا وبينه إلا أن يبلغ الكتاب أجله. فإذا نحن في عداد الموتى إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. أيها الأحبة، أيها الإخوة، شغلتنا الدنيا وألهانا التكاثر في الأموال والأولاد والتنافس في أمور الدنيا كما ألهى كثيرا ممن كان قبلنا. فتعالوا بنا عباد الله، تعالوا بنا نتأمل في هذا اليقين، لعلنا ننتبه قبل أن نزور المقابر، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت. تعالوا بنا عباد الله لنكون من الأكياس الفطناء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قيل: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت بكرا، وأحسنهم لما بعده استعدادا. أولئك الأكياس. تفكر قبل أن تندم، فإنك ميت فاعلم. ولا تغتر بالدنيا، فإن صحيحها يسقم، وإن جديدها يبلى، وإن شبابها يهرم. عباد الله، إن التفكر في الموت وما بعده قد قطع قلوب الصالحين.